السلام عليكم اختي خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم الريب المنزلي بالماكينه. انا ديما كنديرو بالماكينه وبغيت نشارك معكم طريقتي في بلاصه الطريقه التقليديه. غنحتاجو طريقه الماكينه، غنوريها لكم. نبداو بالطريقه ومن بعد نوري لكم لاباري. بسم الله. غنحتاجو يطرط الحليب، غنحيد منه كاس ديال العنبه. يطرط الحليب، غنزيد عليه ساشي ديال الفاني، غنزيد عليه جوج معالق ديال الحليب غبره، جوج عناق عامرين. غنزيد عليه جوج معالق سكر، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق. انا جوج معالق يكفيوني. ونخلق جميع نخلطه جميع العناصر، نجانسوهم، نخلطو جميع العناصر يتجانسو مزيان، ما تكون حتى شي تكتلات ديال الحليب غبره. وغنطلعو ندخلوه نشعلو عليه العافيه، غير يدفى لينا الحليب، ماشي تيغلي، غير تبدا الكشكوشه تطلع صافي ونحيدو. طريقه المرحله الاخرانيه، غناخذو الكاس ديال الحليب اللي كنا مخلينو ابا، غنضيفو ياغورت. انا خديتو ناتورال هذا، وغنحاولوا نجانسو ونخلطو مزيان. ما تبقى حتى شي تكتلات. بغيتو تطحنوه في ماكينه في لاباراي ديال الطحين تقدروا ديروها. الحليب اللي استعملت غير الحليب ديال الكرتونه، ماشي حليب العادي. الا كان عندكم الحليب يعني الطبيعي كان احسن، ما غاديش تضيفوا الحليب غبره. البنات ها هو حطيتو يغلي، ماشي غيهز، ما يغليش بزاف، غير تبدا الكشكوشه تطلع صافي، كتبدا ديك الفرفره تطلع، يعني كتبدا يتجالب صافي، نطفيو عليه، ما نخليوش يغلي بزاف. المهم انا ضفت جوج بلاصه وحده، زدت جوج حيتاش عندي الياغورت بدون نكهه، وباش يعطي المذاق زدت صوشي اخر. في حاله الا كان عندك ياغورت بمذاق الفاني كافي، انا عندي ياغورت طبيعي زدت له صاشي اخر باش يعطي النكهه. صافي دابا غنخليه حتى يغلي، يهز يلا يهز الغليه صافي ونطفي عليه. دابا نتلاقى معكم من بعد، مي بدا يهز الغليه نتلاقى معكم. ها نتوما شوفوا خوتي خواتاتي، ها هو وصل درجه الغليان، شفتو صافي ما خاصوش تيغلي، غير درجه الغليان يلا يبدا يبان لكم، تيبدا يتجالب شويه، شفتو ها هو ماشي حتى يفيض. ها نتوما شوف يلا بدا يتحرك صافي. دابا انا غنطفي عليه ونخليه يدفى، غنخليه حتى يتقدر نحط صبعي. المهم ها هو كتشوفوا الكشكوشه بدات كتربى، يعني وصل درجه الغليان. صافي دابا انا طفيت عليه، غنخليه يدفى وغندوزو للخليط الثاني. ندوزو المرحله الثانيه ديال الحليب مع الياغورت، خاصو نجانسوه مزيان لدرجه انه ما يبقى حتى شي كرومو اولا شي تيشات تكتلات. شتي هذه ما خاصهاش تبقى، خاصنا نضربوه مزيان حتى يولي عندنا متجانس، خليط تجانسي مزيان. شتي دابا ها هي شي وحده بانت لي هنا، ها هي شتي شي حاجه، هاديك خاصني نبقى نضربها حتى يتجانس الخليط. ونتلاقى معكم من بعد بما انا نخلط هذا يتجانس مزيان والحليب يدفى لينا، ونتلاقى خوتي خواتاتي. انا رجعت لكم، ها هو الحليب ديالنا دفى، وباش نتاكدوا خاصو يكون بحراره اليد، ها هو دخلتو. دابا شنو غنديرو؟ غنضيفو الخليط الثاني على الخليط الاولاني هذا،
غنضيفوه ونحاولوا نجانسوا جميع العناصر. وتفاديا بالنسبه للمبتدئات الا كانوا خايفين اللي يكون بقى لهم تكتلات، شتو هنا انا تقريبا ما بقى لي والو، يعني ما عنديش تكتلات، والمبتدئات يقدروا يصفيو. بنات ها لاباري ديالنا، انا وريت لكم لاباري ماشي تندير لها اشهار، المهم اللي عنده راه غيسهل عليهم، اللي ما عندوش راه يدير الطريقه التقليديه وهي الكوكوط. غنبداو نعمروا الكيسان انا باش حيتاش عندي ديك الكاسرونه ما الفوم ديالها واخا هكذاك تيكب ليا، انا ما كنعمرهمش، هذا هو القياس ديالهم. ها هما خوتي خوتاتي، انا كملت التعمار ديال القراعي اللي عندي، عندي يطرو هو هذاك تيشد ليا سبعه. انا هاد لاباري كره كنبرونشيها، ما غاديش نغطيهم، ما تيتغطاوش، كنديرهم غير هاد لاباري كنسدها صافي وكنبرونشيها، كنشعلها صافي وكنبرونشيها، كنخليها في الصيف كنخليها انا 6 السوايع، ما بين 6 و 7 كنخليها هنا بلا ما نململوها بلا والو، غنخليها في هاد القنيطه. شفتوها ها هي في هاد القنيطه خوتي خواتاتي، انا طفيت عليها وخليتها حتى شويه، حيتاش نورمالمون مي كتطفي على هادي خاصك واخا تخليها واحد نص ساعه بما تتحل. ها نتوما شفتوا راه باقي الماء عليها، ها نتوما غنشارك معكم، شوفوا البنات ها نتوما شفتوا ناجح 100%. ها هو دابا شنو غندير، غندخلو دابا راه باقي دافي، غندخلو للثلاجة واحد ساعة حتى لساعتين، غنغلقو دابا غنبدا نغلق فيهم وغندخلهم للثلاجة حتى يبردو، كل ما بردو كل ما كان المذاق ديالهم حسن، ونتلاقى معكم من بعد. البنات انا رجعت ليكم، دازت واحد ساعتين، انا خليتهم في الثلاجه حتى بردوا ساعتين، تلمكانه بردوا بالنسبه ليا وعلى حسب الثلاجه ديالتكم. ها نتوما القوام ديالو، شوف ها انت ها، غنشارك معكم باش ما تقولوش راه متلاج ولا شي حاجه. ها نتوما شوف القوام ديالو متماسك، لانني زدت فيه حليب مجفف. بسم الله غني عن التعريف. المهم البنات تقدروا تضيفوا لي فخوي، يعني تقطعوهم وتزيدوهم كيف المحلات. ها نتوما شوفوا البنات، كنتمنى هذه الفكره تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وانا هذه الماكينه ماشي كندير لها الاشهار، ولكن تتعاون كتساعد وكتعاون، وخاصه حنا على ابواب الشتاء، يعني كنبقاو نفكروا فين غنحطوا هاد الراي باش بلاصه سخونه، خاصنا نديروا الفران، خاصنا هادي كتريحك. المهم كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله والى الملتقى.